متابعينا لا بلوس، اليوم معنا في هذا الحوار الاعلاميه المتالقه دانا. مرحبا بك معنا لاول مره في لا بلوس. اهلا فيكي. احنا فرحانين بزاف حيت انت اليوم معنا في هذا الحوار اللي غادي نحاولوا نكتشفوا فيه بزاف ديال الحوايج اللي اكتشفتيها انت في الزياره ديالك للمغرب وحوايج متعلقه بك. سامارش؟ اكيد اكيد، انا كثير مبسوطه اني بمراكش. هاي اول زياره لي للمغرب ككل، كنت كثير حابه اجي وكثير متحمسه اكون هون، والحمد لله اي ميد ات واجيت على مراكش والبلد كتير كتير حلوة والناس كتير أحلى وطيبين، يعني الكالتشر تاعكم هيك ديب وبتحسي فيه أنت ماشي بالشوارع، من طرق، من عمارة، من أكل، من طيبة ناس. صراحة أنا كتير مبسوطة أني أجيت، والمرة الجاي حابة أجيب أهلي وعائلتي كلنا نيجي نزورها. وكيف جاتك الأجواء ديال المهرجان الدولي للفيلم؟ المهرجان مراكش السينمائي كتير حلو، فيه A-listers, celebrities من كل محل، من هوليوود، وبنفس الوقت في مشاركين عرب كتير، وكمان السينما المغربية تعرفنا عليها أكتر بهاي الزيارة اللي صراحة عنا مش كتير منشوفها أو مش موجودة إلا إذا ممكن نحضر تي في، بس مش موجودة عنا بالسينماز، بس كتير حلوة وكتير انبسطنا فيها. شنو هي أكتر حاجة عجبتك فور الوصول ديالك للمغرب وتحديدا المدينة مراكش؟ البنايات الحمراء غريبة كتير بالنسبة إلي، ونفس الوقت الشجر كله برتقال وماندرين أو ماندرين بتسموه أنتوا قلتولي، بس كتير كتير هيك وقطفت عن الشجرة وأكلت، يعني هذا الإحساس أول مرة بجربه، يعني كتير حلو. شناك البارح كنتي متألقة في الويد كاربت بالقفتان المغربي، علاش اختاريتي أنك تلبسي قفتان وتميزي على باقي الصحفيين اللي كانوا اللي اختاروا أنهم يكونوا يلبسوا كاجوال وعادي؟ يعني مبارح كنا عم نحتفل بالمخرج العظيم المغربي جلالي فرحاتي، فقلت it's a Moroccan night و celebration بالمغرب والأعمال المغربية، فكان لازم أكون ماشي على الثيم، فحبيت ألبس قفطان مغربي بما أني هون، والديزاينر اللي تعاونت معه هو روميو كوتور، ومن وأنا موجودة بدبي بسمع عنه، وإحنا لأنه برنامجنا بترندينج كتير بنحب الأزياء والفاشن وهاي القصص، ديزاين ستاتو فيها ميكس بين المغرب مودرن وبنفس الوقت فيها هاي التاتش الكالتشرال والتراديشنال القديمه، بس فحسيته كتير حلو وكتير يعني هيك فاشن فورورد بنفس الوقت. انت كي كيجيك القفطان كزي كيفاش تقدري توصفيه لنا والنظره ديالك لهاد البساهات؟ يعني فيري ريجال، فيه هيك فخامه، لكجري، القماش، التطريز، يعني عن جد بس ست تلبسه بتحسيها هيك صارت أميرة. عن جد حسيت حالي أميرة مبارح وأنا لابسته، كله كريستالز وبيدز، ومش أول واحد لبست أكثر من تصميم لروميو، وبحب كمان إنه لأن أجرب مصممين كمان، وأبدا ما رح أزهق ألبس قفطان مغربي لأنه كتير حلو، فيه كتير تصاميم وأشياء مختلفة. ألوغ دانا، كنتي في رويد كاربت وقدرتي أنك تلاقي مجموعة من المشاهير العرب والعالميين، شنو هي الإطلالات اللي عجبتك بزاف؟ حبيت الجمب سوت اللي لبسته زينب أول يوم، المراكن بنفس الوقت مودرن، زينب عبيد كتير كتير كان حلو. بنفس الوقت مبارح قابلت أمال عيوش وفستانها كمان كان هيك مختلف، يعني مودرن وحاطة عليه فر، كان كتير حلو ولابق لإلها. دانا ما كرهناكش تقربينا شويه من الكواليس ديال تريندين المقدمين، كيف دايره الاجواء؟ علاقتكم كي دايره مع بعضياتكم؟ احنا كثير منكم مبسوطين بس عم نصور تريندينج، لانه يعني بنعمل قبل ريدينج قبل ما نطلع على الاستوديو، بنقعد نعمل اجتماع ومنناقش القصص اللي بتصير اللي رح نحكي عنها باليوم، واحيانا بنعلق بطريقه بتضحك، احيانا بنصير نضحك مع بعض وبننكت، احيانا يعني بيكون في بيننا هيك نقاشات انه لا انا رايي هيك، لا انا رايي هيك، انا اي ثينك هيك، بس بالاخر انه كلياتنا بنتفق، كل وحده فينا عندها راي وكل وحده عندها انترست وجاي من باك جراوند مختلفة ومن ثقافة وبلد مختلفة، يعني كلاتنا بتحسينا بنتجمع بالشو وبنحكي أشياء الناس أحيانا بحبوها أحيانا يمكن لا، بس إحنا بنعطيها من كل قلبنا. هاد الانسجام قدرنا احنا نعيشوه معاكم اللي كانت تفرجوا في البرنامج. عندك ما كرهناش تقربينا شويه من العلاقه ديالك بالاعلاميه المغربيه مريم سعيد، كيف دايره علاقتك بها وشنو قالت لك ملي عرفتك غادي تجي للمغرب بور كوفغيغ لا نوفيل اديسيون ديال فيستيفال دو فيلم؟
أنا مريم إجينا على المغرب نفس الطيارة، هي راحت على كازابلانكا وأنا إجيت على مراكش كملت. أنا وياها منعرف بعض من زمان كتير، صرنا منشغل مع بعض تقريبا 4 سنين أو 5 سنين. وشيز سويت هارت، بتجند، شيز يعني كمان هارد وركر، بتحب الشغل كتير، شيز وركهوليك وبتحب شغلها كتير، وأصحابها اللي معها بالشغل وبتهتم فيهم، وهي عن قريب كتير إنسانة رائعة يعني. يعني دائما بتطمن علينا، إذا حدا فينا مرض تسأل عنه بتتصل عليه، يعني زميلة جدا كويسة ورائعة، وبتحب كل التيم تاعها يعني، حتى أي حدا موجود معنا بالكاست كتير كتير صحبة معه. دايكوغ دانا، شنو الأكلات اللي كليتيها هنا في المغرب وعجبتك؟ أول إشي في طبخة أنا بحبها من وأنا بدبي وبطبخها أحياناً، اللي هي اللحمة مع طاجين اللحم مع برقوق ومشمش، أنا كتير بحبه وبعمله، وبس إجيت هون كمان جربته، طبعاً كتير طيب وطعمه أصلي يعني هاي المرة. وتعلمتي شي كلمات مغربية ولا والو؟ الحبيبة ديالي هاي تعلمتها، وبالزاف يمكن، وشو كمان؟ وغزالة. اوكي، انت غزالة. ميرسي بوكو. باش نساليو الحوار ديالنا اليوم معك دانا، ما كرهناش تقربينا شويه من كيفاش كتعتني بالمظهر ديالك، لوك ديالك، باش تباني ديما زوينه للمشاهدين. حبيبتي ثانك يو كثير. اول شيء بياخذ وقت كثير، يعني لما يكون عندنا استوديو انه ما بيطلع هيك شكلنا فجأة، في قبل تحضيرات بنروح نعمل شوبينج مع الستايلست، بتختارنا الاوتفيتس تاعت الاسبوع، بعدين في قبل كل حلقه شعر وميك اب بياخد ساعتين، وفي خبيره مظهر بتقولك لا غيري هذا الجاكيت، البسي توب تاني، غيري البانتس. It's a lot of work. A lot of work. لحد ما توقفي على الكاميرا آخر إشي وتشوف okay now you guys all look alike، يعني ألوانكم متناسقين، لأنه أربعة ولازم الأربعة يكون تحسيهم هيك ملبقين مع بعض on screen. فبياخد وقت، بس كمان هذا البروسيس بيسلي. أحياناً خلص بتزهقي هيك نفسك، لا بس بنفس الوقت لا، لازم دائماً تكوني شكلك مرتب عشان تطلي على الناس بطريقة حلوة. رسالة للمتابعين ديال لالا بلوس، ما كانش تقولي شي حاجة بالمغربية إذا عرفتي؟ تابعوا كل أخبارنا على لالا بلاس، كنبغيكم بزاف.